نسوها للناس. طب افخارستي مهم جسد الرب ودمه ولا برضه ما يهمش؟ كلكم ارثوذكس وعارفين الحق. الحق اقول لكم ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان وتشربوا دمه فليس لكم حياه فيكم. كيف يحيا الانسان بدون افخارستي؟ اسمعوا، في حد من الاباء في القرن الثاني الميلادي قال ايه؟ قال الغريب عن المذبح غريب عن الله. ده القرن الثاني، يعني لسه العقيدة بيور، محدش يتهم بقى ان هي حصل فيها تغييرات وتدخلات. القرن الثاني يعني لسه في بداية المسيحية. قال الغريب عن المذبح ايه؟ غريب عن الله، ويحسب ذئبا مهما كان مظهره معتدلا. يبقى اللي جاي بيتكلم في الفضائيات بقاله سنين بيشرح والناس بتسمع له، عمره ما جاب سيرة جسد الرب ودمه. مهما كان معتدلا هيبقى ايه؟ ذئب، حسب ما قال هذا الاب القديس. مهما كان معتدلا هيبقى ايه؟ ذئب، حسب ما قال هذا الاب القديس. مهما كان معتدلا هيبقى ايه؟